السلام عليكم. اليوم نتكلم على التهيئة نتاع ساحل مدينة الجزائر العاصمة في هذا الفيديو، واللي يكون الجزء الأول وسوف يكون فيه الجزء الثاني في الغد إن شاء الله. إذن الجزء الأول سيتعلق بتهيئة دهاليز مدينة الجزائر على مستوى ساحل الشهداء، وكذلك تهيئة الساحل على مستوى الأميروتي والميناء والطريق جيش التحرير. إذن كل هذه التهيئات سوف نستعرضها في هذا الفيديو الأول، ثم في غدا إن شاء الله سوف نستعرض منطقة أخرى، منطقة صابلات وواد الحراش. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع الذي تم إنتاجه من طرف الإذاعة والتلفزيون الجزائرية، والسلام عليكم. تتأهب مدينة الجزائر لأن ترتقي إلى مصاف كبرى العواصم المتوسطية. مشاريع عديدة هي قيد الإنجاز للتعريف بالعاصمة على المستوى الدولي، تهدف إلى التجديد الحضري وهيكلة النسيج العمراني وإعادة الصلة بين المدينة والبحر. يسعى المخطط التنموي لإعادة تهيئة وتأهيل ولاية الجزائر إلى الرقي بها باعتبارها عاصمة أكبر بلد إفريقي ومركزا اقتصاديا وتجاريا وسياحيا مهما في حوض المتوسط. فتحديات ولاية الجزائر متعددة ومعقدة، مثل التجديد الحضري في إطار مخطط أبيض من شأنه هيكلة النسيج العمراني، إحياء المركز التاريخي، وإعادة تأهيل الضواحي من باب الواد وصولا إلى الأميرالية، وجعل هذا المكان التاريخي الذي يمثل أصل المدينة وآثارها التاريخية المصنفة دوليا متاحا للزوار. فعلى مستوى ميناء الجزائر مشروع آخر يضمن الولوج الفوري للبحر عبر تجهيز الميناء بشرفات جديدة تربط ساحة الشهداء بالميناء مباشرة عن طريق المترو والأقبية التي ستفتح أخيرا للجمهور. تندرج في إطار مشروع مهيكل المسمى لتراس دو بور، واللي داخل في لو بي دي ايو، يعني في المخطط التوجيهي للتأهيل والعمراني ولاية الجزائر. حاليا رانا في المرحلة الأولى، وهذا المشروع، هذا المهيكل يحتوي على تأهيل الأقبية، وفيهم بعد إنجاز من اسبلاناد، يعني تربط ما بين الأقبية اللي بوت هادو والبحر. هذا المشروع لما ينتهي راح ينفتحوه للجمهور، والجمهور راح يكتشف يعني الجانب الاثري نتاعو، مادام هاد الاقبيه هذه يعني هي من عهد العثماني. من جهه ثانيه راح يكتشف يعني الجانب السياحي، مسار يعني سياحي من لاستاسيون تاع المترو، ويفوت على الاثار اللي راهي موجوده على ساحه الشهداء، والاقبيه يخرج للبحر. وكاين ثاني من الجانب التجاري، يعني ولا كان يقضي حاجات تاعو فيه محلات تجارية.
المراحل الاولى اللي انطلقنا في الاشغال فيها عندنا اعاده تهيئه 43 محل على مستوى المركز التجاري، واللي راح كذلك يكون عندها امتداد تجاري لاستقطاب الزوار ولا السواح ولا غيرهم من المواطنين. راح يكون هناك كذلك محلات ذات خدمات ولا ذات طابع تجاري. عندنا ايضا تهيئة ساحة على مستوى ميناء الصيد، وراح يكون هناك كذلك ان بور دو بليزونس او ميناء تنزه تتربع على حوالي 3500 متر مربع. كما ان لا غروند اسبلاناد راح يكون تحتها مطعمين ذات مساحة 500 متر مربع. راح يكون مشروع من أهم المشاريع على الحوض البحر الأبيض المتوسط.